السلام عليكم ورحمة الله تعالى الليلة إن شاء الله هنتكلم في برنامجنا في صباح السودانية عن موضوع مهم اللي هو في رشدتنا النفسية اللي هو كيف المساندة اللي بتحصل من الرجل للمرأة في مختلف المجالات سواء كانت عمل أو دراسة أو في الحياة بشكل عام فمساندة الرجل للمرأة واضحة جدا إذا كانت الراجل مستوى فهم مستوعب أنه مثلا عمل المرأة هو ما فيه إشكالية او دراستها ما فيها مشكله ونحن حقه قبل ما نتكلم في الموضوع ده احدد حاجه مهمه جدا اللي هو إن انا لازم اي راجل يعتبر انه زوجته القاعده معاه في البيت دي نجاح امتداد لنجاحه يعني اي نجاح بتعمله المراه هو نجاح للرجل ليه لانه بيتعكس على اولادك يعني مثلا المرأة رفعت مستوى تعليمها معناها مستوى التنشئة الأسرية في بيتك حيرتفع مستوى التعامل بيرتفع الخلافات الأسرية اللي بتحصل مع النسابة بتكون مختفية تماما المرأة لو بقت عاملة لو عندك أي ديفكت في أي مشكلة مادية في البيت بتتغطى في حاجات كثيرة نحن يعني مرات كثيرة الرجال في ديتيل أو في حاجات النساء مثلا المرأة لو كانت عاملة بتصرف في بيتها دي في حاجات صغيرة صغيرة الراجل ممكن عندها علم كان ممكن هو يطالب بها لكن المرأة لأنه بتصرف في البيت ما بحس بها فشكل المساند اللي المرة المساندة اللي بتقدمها المرأة مساندة بتكون كبيرة جدا جدا لكن مرات كثيرة الراجل ما بيكون منتبه لها لأنه هو أساسا إحنا عامة كلنا عارفين أن الرجال ما بيهتموا بالتفاصيل في الحياة يعني ما زينا نحن يعني المرأة ممكن يكون عندها هيدك دارة تشتري لها كرسي يكون عندها هيدك دارة تشتري لها شيال عندها هيديك كده لو قامت قالت للراجل يمكن قد يعتبر الموضوع ما مهم فالعمل بغير فائدته المادية بيضيف للمرأة في أنه لما تطلع لمجتمع العمل المرأة بتعرف شكل الحياة كيف بتعرف شكل الضغوط اللي بيعيشها الراجل برا كيف بتعرف انه المرتب ده مفروض لما نيجي البيت يقسموه كيف يوزعوه كيف بتعرف انه يكون عندها كيف ثقافة إدارة المال فبرنامج المساندة انك انت مثلا كرجل تصند زوجتك سواء كانت درست او عملت كله بيمشي في اطار مصلحتك انت المصلحه الشخصيه معلش لك المصلحه لكن بيمشي في اطار مصلحتك انت يعني لانها اضافه لك لانك انت ذاتك الشخصيه اللي قاعد معاه مع المتغيرات الجديده دي انت داير لك مره تكون بطرح الشارع بالحاجات الموجوده في الشارع عشان انت ذاتك تشبع الحاجات الموجوده جواك ودي احنا كاخصائيين نفسيين عارفين يعني المشاكل وسط النساء العاملات أو النساء مثلا بيدرسوا أو كذا مع أزواجهم قلة ليه لأنها بتكون أكثر فهما أكثر وعيا بالأشياء الحاصلة برا اكثر وعيا بشكل الضغوط اللي انت بتتعرض ليها اكثر وعيا في ان مثلا ما بتعمل معك اشكالات ما بتعمل معك مشاكل ممكن تجيك تلفونات في البيت ممكن يضربوا لك بنات زميلات ليه لان هي عايشه في نفس الجو عايشة في نفس الوضع عندها زملاء بيضربوا لها. عارفه شكل الهيديك ممكن يكون بتعرض له الزول وهو بيكون برا البيت شكل الضغوط شكلها شنو ما بتكون زي انت مثلا زوجتك تكون قاعده في البيت او متفرغه لك تماما آه بيكون شنو يعني مترصد لك الاخطاء او مترصد لك انك انت عملت شنو مشيت وين جيب من وين كده فعشان كده انا دايما بقول يا جماعه عمل المراه او جرايتها او دراستها بيكون آه بالنسبه للراجل هو هو مستفيد منه أكثر من المراه نفسها ومستفيدين منه الاولاد لانك انت ذاتك في كثير من المجتمعات او زمان في السودان من الجين انه البيوت دي مرات بصراحه كده فيها كمية بتاعت طاله ما إحنا برضه ما ممكن نقول ولا احنا ايديل في اي حاجه صغافة العمل اذا انا قمت ولقيت امي عامله انا حاشتغل ولو قمت ولقيت امي بتدرس انا حادرس فبكون في برنامج بتاع غدوه موضوع موديل المخطوط قدام الاولاد والابناء انه انه الزول المفروض يشتغل وانه الزول المفروض يكون منتج وانه الزول المفروض يتحمل مسؤوليته ومفروض يكون عندك احساس بالاستغلاليه وعندك الحاجات مرتبة وإنه أي زول عنده حاجة مفروض يعملها وإنه الناس والحياة دي فكرة المشاركة أنت ما محتاج تشرحها يعني أنا محتاج أشرح فكرة المشاركة لأولادي لأنه هو حيعرف إنه زي ما أبوه بيعمل في البيت أنا بعمل زي ما أبوه بدخل أنا بدخل فمفهوم المشاركة ومفهوم المساندة بيمشي بقى من بيته ودي بعدين لقدام بيزحلك فجوة اللي هي مشاكل البنات بعد ما يتزوجوا يفوتوا لبيوت أهلهم البنات اللي بيجيوا من أمهات عاملات وما دارسات مثلا او ما متفرغين للبيت تمام يعني يعني وظيفه انه فكرتين انه المراه يقولوا ربه منزل دي إحنا من زمان عندنا على تحفظ وتكلمنا فيها قبل كده قلنا يا جماعه فكرتين انك تقول انا ربت منزل بس دي نحن المفروض ننتهي مننا لانه بفتكر انه وضعنا الحالي وظروفنا الحاليه ووعينا الحالي والنضج المجتمعي اللي حصل حاليا بيسمح لاي مره انها تشتغل واي مره تعمل وكل ما انت عملت سبورت لزوجتك تاكد انه الموضوع بالصف في مصلحتك انت وبالصف في انك انت بيمشي في الاتجاه الايجابي وفي الاتجاه الايجابي بتاع تربيه اولادك وفي فهمهم يعني ابناء الاولاد بتاعنا بتاع الامهات العاملات بالمناسبة درجة نوت جون أعلى ليه؟ لأنه بخلي باله من أخوانه لأنه هو عارف مفروض أمه لو ما جاب من الشغل يجي من المدرسة آه يراعي أخوانه الصغار عارف إنه هو كيف يتعامل مع الأطفال الطفل الصغير بيكون بيفهم في برنامج الإسعافات الأولية لأنه أمه بتكون مفهماه إنه هي في الشغل مثلاً من تجي الساعة 3 أخوك الثاني عنده التهاب أخوك الثاني عيان كذا هو بيقوم بيعمل شنو؟ بيحاول يساعد أخوانه